كنا بنتكلم في ايه؟ والله مش فاكر، بس نتكلم في الفرحه عامه. لا يعني عايز اتكلم، لا انا كنت بتكلم في الاهم من الفرحه، بتكلم في العمل بتاع النادي الاهلي. خلاص الفرحه انتهت. فرحه الجمهور هي اللي بتدوم دايما. الواحد بيبقى عارف طول عمره في النادي الاهلي ان الفرحه بتاعتنا بتبقى محدوده، لو كنا لاعبين او كنا مدربين ففرحتنا محدوده جدا، بتاخد اوقات ما بتاخدش ايام، بتاخد ساعات فقط لا غير، لانك بتشتغل على اللي بعده. حتى في نهايه الموسم بتفرح لك الشهر ده وبعدين تشتغل على اللي بعده. خروج من بطوله لبطوله هو ده اللي بيميز النادي الاهلي، انك تكون واخد بطوله فانت بتحفز نفسك للبطوله الاخرى، لان النادي الاهلي ما يستحملش انه يضيع منه بطوله، ودي قوه النادي الاهلي وده قدر النادي الاهلي، فيجب عدم المبالغه. وانا اعرف ان مش هيبقى في مبالغه في انت شفت حسام عاشور بيتكلم كده، يقول لك لا خلاص احنا هنفرح في الاوضه شويه. الموضوع على ان في ماتش يوم الثلاث، انت عندك بطوله الدوري طلع الجيش يا كابتن مهمه، عندك ماتش يوم الثلاث، هتفكر انك انت لازم تكسب ماتش الثلاث. النادي الاسماعيلي محفزك اكبر تحفيز السنه دي كمان. لا انت لازم يا كابتن شريف، من وقت لاخر انت بتروح لبطوله ثانيه، انت خلاص هتدخل على بطوله كاس وبطولة الدوري، وبطولة الدوري بطولة محببة، وبعدين هتخش على أفريقيا قبل نهاية كمان شهرين تدخل تلعب أفريقيا تاني، فأنت داخل في حاجة تانية. فهي المشكلة في إيه بقى؟ المشكلة الحقيقية إن دلوقتي أنت لازم تبحث شؤون اللاعبين، عندك لعيبة مشيت، عندك أماكن فيها لعيبة كتير، وأماكن تانية عندك قلة لعيبة. إحنا سمعنا إن في لعيب عالمي جاي، يمكن مهاجم قوي جداً، افتكر ان في اسم بس سنه صغير، مش وحتى لو سنه يعني كبير. لا وحتى لو هو احتمال يبقى سنه، مش ما عنديش معلومه بس انا بخمن، جات لي كده. هو هيجي لك واحد صغير وعالمي والكلام من ده؟ لا لا هو مش صغير. بص هو كابتن، انا عايز خبره، لعيب من اللعيبه المميزه في الدوري السعودي وخلاص. يعني لا احنا مش عايزين نقول كده. انا يمكن أنا جالي، لا انا يمكن جالي، انا يمكن جالي من بعض الناس انه في محاوله اللعيب مهم جدا، و ده جاي لي المعلومه من السعوديه، وممكن يبقى لو جه اللعيب اللي في دماغي. عاوز اقول لك حاجه، ده اللي محتاجه النادي الاهلي جدا، محتاج مهاجم متمركز، مهاجم بيعرف يجيب جول، هجام يعني، هداف يعني، اللي هو كل حاجه فيه كويسه، بيلعب بدماغه كويس، بيلعب برجله كويس. هو لعب قصادي اكتر من مباراه لو هو اللي جاي، يعني لعيب مميز فوق الوصف كمهاجم يعني، وده اللي محتاجه النادي الاهلي في التمركز بتاع المهاجم. ولكن ما نسبقش الاحداث، لان خد بالك ميزه النادي الاهلي في الوقت، ميزه مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت الحالي، ان ما تعرفش مين اللي جاي ولا مين اللي رايح، ما تعرفش الصفقات مين. بس اللي انا اعرفه انه اللي انا يعني اعرفه، انا بعرف من بره يعني، انه ان شاء الله يبقى حاجه كبيره قوي. طب هو عامه بقى كمان انت عندك اربع محترفين، فلازم اللي يجي كمان ما يبقاش ما يشغلش. خلاص برافو عليك، يبقى انت قربت له. ما انا عارفه يعني لحد ما عندي، بس يعني طبعا لغايه دلوقتي. بس المفترض انك ما تقولش يعني. ما انا بقول لك يعني تبقى مشكله عندك اربع محترفين. لا لا ما هو النظام ده اتغير الموسم الجاي، يبقى زياده. يا ريت يا كابتن، انت الدوري السعودي بقى ستة دلوقتي؟ طيب الدوري السعودي هيزيد. ايوه لسه النهارده الاتحاد السعودي واخد يعني واخد توصيات انه يزيد. طيب ما انا بقول احتمال ان انت النظام عندك يتغير الموسم الجاي، زيك زي الانديه الثانيه، يبقى سته في بلاد، سبعه اجانب، خد بالك. فده احتمال قوي. اوروبا مفتوحه، الاتحاد الاوروبي عشان الاتحاد بس أوروبا. خلي بالك احنا بنختلف يعني، انا وجهه نظري ان ما نفتحش قوي، عشان برضه في مراكز معانا يا كابتن عادل، كابتن شريف، انت محتاج ان انت تديها دفعات، واخد بالك، على مستوى الشباب او يعني راس حربه، الحراسه المرمى، في مراكز ما ينفعش يا كابتن شريف النهارده تجيب لعيب مميز، وهو الحاجات دي كلها المراكز لازم يبقى عندنا صنع مصر هنا، انك انت بتحتاج راس حربه يكسبك لمنتخب مصر، وحارس حارس مرمى. النهارده لو كان مثلا حارس المرمى اجنبي في النادي الاهلي، كان هيطلع الشناوي، كان هيطلع شريف، كان هيطلع احمد عادل. ففي مراكز يا كابتن شريف، انا من وجهه نظري لسه مفتوحه دلوقتي في والديفندر برضو اللي عصام الحضري والله السنه دي فقط لسه مفتوحه الحراس، عشان كده حتى الحراس في المملكه في الوقت الحالي حالهم مش جيد جدا، لان في انديه بتلعب لها حراس اجانب، فالاحتكاك ما يمكن المركز الحراسه. انا اتمنى ان في مصر عمره ما يجي لاعب محترف.